السلام عليكم. اليوم نقدم لكم شهر خفيف، سفر الصيف ان شاء الله. عندنا الشيفلور، عندنا بطاطا، عندنا زيتون، فرماج رابي، لا كريم فخاش، فرماج. بون كيما انا الشيفلور وبطاطا راني غليتهم على افونس، كتشوفهم غاليين، نحطهم في المول تاعي كيما وجدهم على افونس. غنديرهم هاليك، تقطعهم مليح هكذا، خلوهم حبات. قطعهم مليح، مشوهم. راه مشو مليح هكذا. ودوك نزيدو نعمل عليهم البطاطا تانيك. في ما بطاطا نواسوها كيما درنا شي فلور ها ملي كتشوفو. اصلا كاين اللي ماكلو شي فلور وحدو، اكيد البطاطا يمد الكو تاع شي فلور. ما من كراتات تجينا بنينه هكذا. راه مشيو هكذا مليح مطروف. عندنا الفرماج بورسي هاوليك، نقسموه كما كنتو تشوفو. نشيوه كامل، نشيوه مليح مع الماكلة تاعنا. ماكلة خفيفة تجي تانيك، ما تجيش ثقيلة، والكو تاعها يتبدل تانيك. عندكم فيديو خفيف، ماكلة خفيفة، مام لي زابوني لازم يكونوا خفاف تانيك. تسيو ديرلو ابوني، حاجة خفيفة برك، ماشي غير تشوفو وتخرجو بلا ما ديرو ابوني، بلا ديرو جيم، لا والو. سي بيان هكذا. عندنا الزيتون هاوليك، كاين لي زيتون كاسي ولا تخلوه كيما تحبو، خلو حب ديريكت. عندنا لاكريم نديرو هاد من الفوق. فورماج رافي كي نكملو نطيبوها، دوك ندخلوها للفول باش تسخن بوه، باسكو حاجه طايبه هي. دوك غير ما تسخن مليح نرمولها فورماج رافي من الفوق. جامي ديرو فورماج رافي داخل الفور يطيب معاه، باسكو كي يطيب ولي يابس نرموه توجور مع الاخر فورماج رافي. دوك نواسيها شويه، واحد 10 دقائق في الفرن نولي لكم. بون رانا خليناها 10 دقائق في الفور داخل الفور، زاد سخنت مليح. دوك نديرو لها فورماج رافي من الفوق. دوك الفرماج راه يدوب معاها. جامي ديرو فورماج رابيل داخل الفرن. بون دوك انا تشوفو دوك نقسموها كيما راهي سخونة هكذا، نقسمو مورسو صغير. ها كيفاش تجي
تجي مفته بيها هكذا هكذا فهمتي، ما شاء الله شكل تاعها بيان. وصفة سهلة تاع خفيفة ليه ما طولكمش ولا تشدكم من الوقت لا والو، حاجة خفيفة تاع ماكلة. ما تنساو ديروا ابوني في الصفحة، ديروا جيم، ديروا لايك، وصحة فطوركم ولا صحة عشاكم. سلام.